أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ باللي عندنا اليوم حابين نشكر لعبة Rise of Kingdoms على رعايتهم لهذه الحلقة. اللعبة هذه يا أخوان مصنفة من أفضل الألعاب الحربية الاستراتيجية في العالم على منصة الهواتف المحمولة من عام 2019، ومن ذاك الوقت إلى الآن حازت اللعبة على عدة جوائز. من المميزات الموجودة في هذه اللعبة أن يمديك تلعب مع أكثر من 11 حضارة قديمة، اليابانية، العثمانية، الصينية، الكورية، العربية وغيرها كثير. أي حضارة راح تختار أنك تلعب فيها راح يكون لها بنية معمارية خاصة وجنود وجيوش خاصين، ولكن بحكم أننا عرب أكيد راح نختار الحضارة العربية وراح ننافس باقي الحضارات ونتلدهم في حرب الحضارات اللي يصير كل يوم خميس. وبرضه من المميزات اللي موجودة انكم يمديكم تلعبون بالابطال العرب من مصر او من شبه الجزيرة العربية مثل صلاح الدين الايوبي ومحمد الفاتح وغيرهم من الابطال. وبينما بينكم يا اخوان بعطيكم معلومة بس لا تطلع لحد، الحضارة العربية يا اخوان تمتاز عن باقي الحضارات الثانية بقوة فرسانها وسرعة تطوير الابنية الخاصة فيها. طيب دقيقة ابو عابد، ليش العرب مجتمعين كثير في هذه اللعبة؟ انا اقول لك لان اللعبة هذه تتميز عن غيرها من الالعاب بجودة الصورة ورسومات اللعبة، ولكل حضارة فيها اكثر من 40 بطل. فوق هذا يا اخوان اللعبة حصلت على توصية من متجر جوجل بلاي وابل من خلال عرضها على الصفحة الرئيسية. عاد برمضان اللعبة راح تسوي كثير من المسابقات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وبرضه راح يكون في عروض جدا كثيرة خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر. اللعبة مجانية يا اخوان، راح تلقون جميع روابط التحميل تحت في صندوق الوصف، حملوها جميع وشكرا لهم مرة ثانية لرعايتهم لهذا الفيديو. Rise of Kingdoms download for free. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم يا إخوان في حلقة خاصة جدا من سلسلة صبزة تضحك. كلنا متعودين يا إخوان أن حلقة صبزة تضحك متى تنزل؟ بالله ما تعرف متى موعد الحلقة؟ ضاق صدري صراحة، أنا ما أبغى أكمل الفيديو. زي ما تعودنا يا اخوان ان حلقة توبز لا تضحك ما تنزل الا بداية كل شهر جديد، ولكن احنا برمضان يا اخوان لازم حلقة خاصة بمناسبة هذا الشهر. وبما انها حلقة خاصة يا اخوان واحنا في شهر رمضان راح نرفع الدونيشن، فبدام راح يكون $10 على كل فيديو راح نضحك عليه، اليوم الدونيشن راح يكون بقيمة $100. اوكي الله يسر، هذا اول فيديو عاد. ها فك جرب افكر الحين. اوكي تضبط ان شاء الله تضبط. يلا واحد او بيسوي خدعة. اثنين ثلاثة. يعني ابيلا او هواء. لا لا ما تنفخ، هو مو يوم ميلاد. بعد شيء يا دكتور، بعد شيء بعد شيء. حلو ننتظر، ما ورانا شيء. فوق كمان عشاق عليه. المسكين كان عنده أمل، ها كان على باله أن الكمام راح يطير ويسوي خدعة مدري إيش. الأمل اللي كان هو عنده زي الأمل اللي كنت أنا حاطه في إني راح أذاكر في رمضان. الله يا أبو عابد النكتة طويلة صح؟ كنسل، ما راح أقول النكتة، عطى الفيديو الثاني. أكثر مقطع صرعني ضحك اليوم. أوكي جالس يسوي شاي توقع. لو 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 بعت لي الشاي وال لا شاي مشتغل. انتبه يا ابني. لا او تكت طيب يستهبل هذا ولا ايش؟ او لحظه انا ضحكت من ثاني فيديو. هي والله اني غبي، لو اني مخليها $10 مو افضل. لا لا ما عليك شباب، صوتي اللي براسي تسمعونه انتم متى تحديث هذا نزل؟ على بالي ما حد يسمع صوتي براسي الا انا. السلام عليكم، ان شاء الله هذا تذكروا له والخير بهذا الفيديو باذن الله. في محشش طلع جواله راح لاخوه قال له اكتب لي رساله. قال له ليش؟ قال لان خطي مو حلو. اوكي بالله يا اخوان اللي عنده تكمله النكته يكتب لنا اياها تحت الكومنتات. اذا جيت اطلب من امي فلوس وهي في المطبخ اوكي فيديو بسيط صراحه الحمد لله. اوكي هذه مو بس احلام العصر، هذه احلام الظهر بعد
ما انا شفيني اليوم لكتي طويله. هذه احلام الظهر بعد غيبوبه العيد. نعم، لما تروح العيد تروح تسلم على اهلك وزي كذا، بعدين ترجع تنام. لما تنام يطلع حلم. الحلم ايش يكون؟ على الفيديو هذا اللي شفناه قبل شويه، مقطع صاحب الضحكه الشهيره. اي ضحكه بالضبط؟ Actually it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. انا هذا شايف من اول. اوكي، هو اللي ضحك الحكايه. حلو حلو، هذا الليفل نحتاجه الان ضروري. هذا الوضع كل يوم. لا يسار يمين، لا يسار. سويت له، سويت اني بروح هنا، لا هنا. سويت له اني انا والله رايح يمين، لا رايح يسار. نايس نايس، نبغى نستمر على هذا الليفل يا اخوان عشان يعدي الفيديو على سلام. 43 مليون لايك. نعم، الفيديو هذا جايب 43 مليون لايك. انا لحد الان مش مستوعب ليه هذا الفيديو عليه 43 مليون لايك. ما حد مستوعب ابدا. مستحيل جماعه، اذا سويتها توصلوا لي هذا الفيديو 4 مليون لايك. اوكي، لا لا ناجي. طيب اذا انا سويتها يا اخوان الفيديو هذا كم يوصل لايك؟ بس عاد تضغط زر اللايك. يعني انا ترى دائما بفيديوهاتي ما اطلب لايكات، ودائما والله العظيم ما تقصرون باللايكات. 200 الف دائما اجيبها على اي فيديو. قسم بالله اساطير يا شيخ، الله يسعدكم. انكسر عمودها الفقري وباقي بيبتسم عادي. يا ساتر، ايش السالفه؟ اكي خي داري. الله يستر والله. اوكي، عادة على خير. تصدقون هذه أول مرة أشوف الشيف بوراك هذا يسوي شيء غلط؟ تتوقعون جات عين ولا إيش؟ العادة ما عنده أي مشكلة مع أي طبخة بالعالم، يجيب لك قطعة لحم كوبري 3 مرات ويقطعها بدون ما أشوفه مبتسم ويضبطها صح. أقوى رجال العالم تجمعوا في عمان للتنافس في أول بطولة رجال الشاحنات في الأردن. لا ومستهدفات الجمهور تنافس. بس خلاص وربي الفيديو يضحك. ولكن الحمد لله عدت على خير. اخيرا بنحف يا سلام، راح انزل وزني على الميزان. مثل الاذان. اذن اذن حن الاذان. خلاص هي مرة واحدة بس، الباقي ابتسامات بس. تحسبني بضحك كذا واعطيك ابتسامة؟ في مثل اتذكره كان يقول مدري ايش للعدو وتفنهم بابتسامة. في مثل زي كذا، انا هذا الشيء اللي قاعد اسويه الزبدة. انا قبل اذان المغرب بعشر دقايق. حكم ان جالسين الجلسة الجميلة هذه، وش اجمل شيء في رمضان؟ سموسة. غيره؟ غير الاكل ابن الحلال. غير الاكل الصيام. ايه المول بعد تكون الحلال غير الاكل يرحم امك. مر الرجال واضح انه جوعان. على العموم يا اخوان اعتقد شفنا كفايه فيديوهات اليوم، الحمد لله فيديو واحد ضحكنا فيه. نبغى المره الجايه ايش تشدون حيلكم بس بالفيديوهات وبهاشتاج خبز لا تضحك، علشان يعني نضحك اكثر من كذا. المهم عندنا الان مبلغ 100 دولار راح ندخل على واحد من الستريمرز بتويتش ونسوي له دونيشن بهذا المبلغ على طول ونشوف رد فعله. اوكي يا اخوان، هذا الستريمر اللي راح يكون معنا بحلقه اليوم، جالسين ينظرونا اربعه وقاعد يبث لمده 3 ساعات. طبعا الرجال قاعد يفطر. اوكي الامور طيبه، هذا راح اداهم على طول ب 100 دولار. الرجال مصدوم. هذا الجميل. محدثك. 100 دولار؟ ها؟ ذمه امك. تبز الاصلي. غير صحيح الكلام هذا. قلبي قام كذا يدق شويه. لا لا ما عليه، اذكر الله، الامور طيبه. اذا تسمع صوت قلبي ولا لا؟ شوف المايك فصل، الرجال تلخبط. خزي ضحك 10 مرات. خوي على بالي اني ضحكت 10 مرات، ما يدري انها مره واحده. والله ما قصرت، الله يعوضك اضعاف 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 اضعاف. اللهم امين وياك ومن يشوف هذا الفيديو. يعطيكم العافيه على المشاهده، مع السلامه.